الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن إدراج واشنطن شركة فلاي بغداد ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات إنذار بعقوبات مالية أشد على العراق. وأوضح الخبراء أن واشنطن قد توسع عقوباتها لتشمل تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الأمريكية، وقد يمتد الأمر إلى استثمارات العراق الكبيرة في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار. وتتهم واشنطن شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم بتقديم المساعدة لفيلق القدس الإيراني المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني. كشف البنك العراقي المركزي عن فرضه غرامات مالية على مصارف وشركات صيرفة تجاوزت 140 مليار دينار خلال السنة الماضية 2023. وأظهر جدول للبنك أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 12 الماضية بلغت 140 مليارا و 924 مليونا و 318 ألف دينار. وبين أن الغرامات شملت أيضا 400 وعقوبتين إداريتين لهذه المصارف غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار دولار وستة وتسعين سنتا ليصل إلى 74 دولارا وأربعة وخمسين سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولار وستة وتسعين سنتا ليصل إلى 77 دولارا وأربعة وعشرين سنتا للبرميل. ويتداول خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولارا، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولارا. انطلقت فعاليات معرض اسطنبول للأثاث من مشاركة دولية واسعة الذي ينظمه اتحاد جمعيات الأثاث التركية، ويعد المعرض من بين أكبر معارض العالم بهذا القطاع، وقد افتتح أبوابه أمام الزوار بشكل متزامن بمدينة توياب للمعارض ومركز اسطنبول للمعارض. وشارك في مراسم الافتتاح وزير التجارة التركي عمر بولات ووالي اسطنبول داود جول ورئيس اتحاد المصدرين الأتراك مصطفى جولتبا ورئيس غرفة تجارة اسطنبول شكيب أودا جيتش، إلى جانب ممثلين عن عالم الأعمال من دول مختلفة. قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطاقة المتولدة من مصادر منخفضة الانبعاثات ستكون كافية لتلبية النمو في الطلب العالمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتوقعت الوكالة أن تشكل الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات ما يقرب من نصف الطاقة العالمية بحلول 2026، ارتفاعا من أقل من 40% في عام 2023 بعد نمو قياسي، إضافة إلى تفوق مصادر الطاقة المتجددة على الفحم بحلول أوائل عام 2025 لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الكهرباء المولد. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.